لكم تاني مشاهدينا بعد هذا التقرير. محمد نبدأ أولى حوارات هذا الصباح مع كابتن ياسمين الشرقاوي مدربة لياقة بدنية. صباح الخير. دايما بيقولوا ان العقل السليم في الجسم السليم، لكن احنا يعني الحقيقه والواقع اللي بنعيشه ان ما حدش بيلاقي حتى وقت انه يلعب رياضه. دايما مشاغل هتاخدنا، بنكون مهتمين بالشغل اكتر، بنروح متاخر، بناكل قبل ما بننام اكل كتير. يعني انا بعمل كده الصراحه، ده باين حتى. لا يعني ازاي ده، يعني ازاي نقدر نغير من العادات والحاجات دي؟ ازاي الرياضه ممكن تقضي على كل المشاكل اللي بيواجهها اي انسان؟ هو مبدئيا حضرتك لما بيكون عندي شغل كتير واليوم عندي ورا بعضه ومفيش وقت خالص، ففي حاجات بسيطه جدا ممكن اعملها واحنا بنعمل مهام حياتنا اليوميه. يعني مثلا انا الصبح اول حاجه بعملها ايه؟ بغسل وشي، بغسل اسناني. انا ممكن وانا بغسل اسناني ممكن اعمل حاجه اسمها سكوات، بتظبط منطقه الرجل بتاعتي كلها او اللور بادي كله بتاعي. يعني بقف على حيطه مثلا، انا بغسل اسناني كده بقف بسند على الحيطه وبنزل 90 درجه كاني قاعد على كرسي او قاعد على اي حاجه. دي بتظبط لي خالص المنطقه دي كلها. وبقرر 30 ثانيه مثلا ثابته وارجع تاني اغسل اسناني وارجع تاني اقف الوقفه دي واروح وارجع واغسل وشي واعمل الكلام ده. بسرح شعري، بحط الميك اب بتاعي، في حاجه اسمها عندي كولف ريز او ان انا ارفع رجلي بقف على مشط رجلي وبنزل تاني بقف على مشط رجلي وبنزل تاني، دي بتظبط لي منطقه السمانه. ممكن عندي حاجه تانيه، انا دلوقتي رجعت من الشغل بتاعي وقاعده بنضف البيت او ست بيت مثلا، او لو رجل مثلا بيساعد مراته او اي حاجه، او قاعد لوحدي او كده، قاعد بنضف البيت، ممكن مثلا وانا بكنس بالمقشه ممكن اكنس بطريقه الرقص، فدي عملت فيها حرقت سعرات حراريه. ممكن وانا بكنس بالمكنسه بتاعتي ممكن اعمل بطريقه معينه ان انا انزل بطني كده واطلع ببطني كده، ادي ظبطت منطقه البطن. ممكن انزل رجلي حاجه اسمها لونج، بنزل يعني بفتح زي رجليا الاثنين على نفس المستوى وانزل برجل 90 درجه والثانيه مفروده واطلع تاني وانزل واقعد ابدل بين الرجلين، دي ظبطت لي المنطقه اللي تحت. كمان الحركه نفسها بتاعت ان انا بروح برجلي بايديا وبرجع تاني، دي بتظبط لي منطقه الشولدر كلها اللي هي البايسبس والترايسبس. فدي حاجات بسيطه جدا ممكن وانا قاعد في الشغل بتاعي، احنا بنقعد فتره طويله جدا ما فيهاش اي حاجه، لو حطيت ايديا كده على الكرسي واطلع بنفسي كده وبنزل تاني، دي بتظبط منطقه البطن، بتظبط منطقه الرجل. عايزه عضلات بسيطه صغيره مش كتير يعني. دي حاجه. وانا قاعد مثلا قاعد كده بشد بطني وبطلع وبنزل بطلع وبنزل، دي تمرينات كلها للبطن. حاجات بسيطه جدا ان انا اتنفس اطلع شهيق وزفير. وبعد اللي حضرتك بتقوليه ده يعني هنلاقي كل زمايلنا دلوقتي قاعدين بيعملوا الحاجات. حاجات سهله جدا اصلا في روتين حياتنا اليومي، مش بتخلينا نعمل مجهود زياده بس بتخليني ان انا اظبط بس او بعدل الدنيا ازاي. حاجه تانية ان انا لازم اظبط اكلي، ما ينفعش ان انا افضل طول النهار من غير اكل وارجع مره واحده ادي معدتي وجبه شوك كده فظيع ان انا اديها وجبه كبيره جدا، وجبه كلها دسم ومقليات ومخللات والحاجات اللي احنا متعودين عليها. لا، هو اهم وجبه عندي اصلا الوجبه الرئيسيه اللي بتديني النشاط لطول اليوم هي وجبه الفطار. ودي بتفرق بين كل بني ادم والتاني. يعني لو انا مثلا عايز اخس حاجه، ولو انا عايز احافظ حاجه، ولو انا عايز ان انا ازيد حاجه تانيه. يعني لو انا عايز اخس تمام، فبتبقى ان انا باكل حاجه تديني طاقه وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها سعرات حراريه كتير او سعرات حراريه تقدر تتحرق بمنتهى السهوله. يعني مثلا اذا كان الشخص يعني هي بتفرق برضو زي ما انت قلت يا كابتن من شخص لشخص. يعني في اشخاص نسبه الاحتراق عندهم عاليه جدا، فمهما ياكلوا يعني حتى لو سعرات حراريه فهو الاحتراق عنده شغال بنسبه عاليه. فاعتقد ان هو لازم يكون عارف اذا كان نسبه الاحتراق عنده عاليه ام بطيئه. بالظبط، دي حاجة سهلة جدا. في أجهزة كتيرة دلوقتي علميا بتعرف الكلام ده، حاجة اسمها بادي كومبوزيشن أو إن بادي. ده جهاز زي مكنة كده بتقف عليها بتمسكي زي دراعين وبتطلع لك بقى نسبة الفاتس اللي في جسمك، نسبة المية، نسبة العضلات، الحاجات دي كلها بتقول لك بقى أنت بعد كده تمشي إزاي أو توضبي أكلك إزاي أو توضبي الدنيا إزاي. حاجة سهلة وبسيطة جدا، وبناء عليها هبدأ أحط نظام اكلي او نظام حياتي. يعني طب الناس اللي مش هتقدر ان هي تحصل على المكنه ديت او الاله ديت اللي تقدر تعرف بيها، تعرف ازاي تظبط يعني الوجبه بتاعتها اليوميه؟
هو عامه في حاجات طبيعيه جدا المفروض ان احنا نبعد عنها. المقليات دي غلط جدا، غلط اولا على الكوليسترول، وغلط على الدم بتاعي، الدوره الدمويه بتاعتي، غلط على كل حاجه اصلا. غير ان حرق الزيت اصلا ده حاجه مش صحيه، بتبوظ الفايده بتاعت اكلي. فده اول حاجه. حاجه تانية النشويات متاخر، يعني انا ممكن ابدل النشويات بتاعتي بنشويات صحيه، يعني زي رز ومكرونه كامل حبوب بدل الرز والمكرونه البيض اللي هم العاديين اللي احنا بناكلهم. ممكن ابدل العيش العادي بعيش كامل الحبوب، فده هيديني طاقه وهيديني النشويات اللي انا عايزاها بس اللي سهله الحرق. ممكن ان انا ابدل البابسي والشوكليت والحاجات دي كلها، ناخد ميه، ميه عاديه ومش غاليه ومش هدفع فيها فلوس، ميه عاديه من حنفيه. دي احسن حاجه اصلا، ان انا لازم اشرب على اقل من 2 ل 3 لتر على حسب جسم الانسان. بس يعني لاحظنا احنا حاجه، او في حاجه ملحوظه عامه، ان الانسان هو او يعني اي شخص هو صغير في السن ممكن يكون جسمه كويس ورفيع وما بيغيرش حتى طريقه اكله، لكن يجي لما يكبر شويه في السن او يتقدم في السن بيحصل له ان هو وزنه بيزيد، رغم ان هو ممكن يكون ما غيرش حاجه خالص في طريقه اكله. طب ايه السبب اللي بيحصل في ده، وازاي نقدر نحافظ على برضو الـ يعني الوزن؟ هي في حاجه اسمها سرعه الحرق، دي بتتغير او الميتابوليزم ده بيتغير من سن للتاني. تفرق كتير قوي من السن اللي هو 15 ل 20 سنه، ومن 20 ل 30، ومن بعد ال 30، سواء تفرق برضو من راجل لست. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان لو انا باكل غلط من وانا صغير فهيبان عليا وانا كبير، لو انا باكل صح من وانا صغير فهفضل زي ما انا وانا كبير. هي كلها بتبقى زي ازازه انا بحط فيها ميه وبسيبها، فلو سبت الميه فتره طويله قوي الميه هتبوظ، لو سبت الميه وبجددها وبشرب وبجدد على طول فالميه تمام. هو ده جسم الانسان بالظبط. نعم. طيب لو احنا بنتكلم على ان يعني الرياضه يعني مهمه جدا لاي انسان في حياته، يعني ايه الرياضات اللي ممكن بره البيت، بقى احنا اتكلمنا على جوه البيت، بره البيت ممكن الانسان يعملها غير يعني دايما الدكاتره ينصحوا بالمشي، هل المشي كفايه ان هو يبقى نوع من انواع الرياضه اللي تدي الانسان صحه انه ممكن تساعد على انقاص الوزن؟ هو حضرتك هتفرق برضو من حسب الانسان، يعني انا لو انا متعوده على مجهود كبير المشي مش هيبقى كفايه بالنسبه لي. لو انا مش متعوده على مجهود كبير وبالنسبه لي ما بتحركش اصلا فالمشي هيبقى كفايه جدا ليا ساعه في اليوم. لكن هتفرق كتير قوي بان انا برضو عايزه احافظ على وزني، ولا انا عايزه اخس زياده، ولا انا عايزه اعمل عضلات. فلو انا عايزه احافظ على وزني وانا ما بعملش مجهود غير هو بس المشي طول حياتي فهو كفايه ليا جدا، هو الساعه المشي بتاعت كل يوم دي جميله جدا. لكن لو انا عايزه اوصل لمرحله ان انا انزل اكتر لا انا لازم العب رياضه ثانيه، ممكن ايروبكس في البيت بسيطه جدا، ممكن بادوات بسيطه في البيت، بلاش يبقى عندي دمبل او حاجه، ممكن ازازه ميه مليانه بفضل العب بيها، بعمل المنطقه دي بظبط المنطقه دي بظبط هنا اللي هي الباي والتراي، ممكن انزل بيها بالسكوات زي ما قلت لحضرتك، دي برضو بتعمل زي ريزيستنس او قوه زياده على الجسم عشان انزل بيها، حاجات بسيطه جدا. ممكن لو انا عايز اطلع عضلات بقى او اظبط شكل جسمي سكس باكس مثلا او وات ايفر، دي بتخليني اوصل ان انا ازود المجهود زياده بان انا ادخل في مرحله اعلى شويه، ان انا بقى ادخل في تمارين حاجه اسمها انترفال اللي هي بلعب فيها عالي واطي عالي واطي، ده بيخليني ادخل جسمي في لفه او دايره معينه ان هو يبدا يعمل اعلى مجهود فيه خالص، بعدين ينزل في اقل مجهود لنبضات القلب او هي اسمها الهارت ريت، بعلى بيها وبنزل بيها، فده بيعلي جدا وبينشط جدا سرعه الحرق عندي، ده بيؤدي ان انا اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. ولما اعمل التمرين ده بشكل معين وبطريقه معينه بحركات يمين وشمال، برفع رجل وبنزل رجل وهكذا، ده بيخليها ان انا في الاخر اكون العضلات اللي انا عايزها. طيب كابتن ياسمين، يعني احنا عارفين طبعا ان الرياضه بتاثر على صحه الانسان وايضا بتاثر على نفسيته، لكن بعض الاشخاص
يعني بيصابوا بنوع من التوتر النفسي. وده طبعا نتيجة المشاحنات وال بدأ متضايقة شوية. فهل هناك يعني في تمرين معين ممكن أخرج بيه من حالة التوتر اللي أنا ممكن أكون بأصاب بيها في بعض الحالات نتيجة توتر في العمل أو توتر نتيجة مشكلات خاصة بالأسرة أو أي مشكلات ممكن تواجهني؟ يعني نوع من الاسترخاء بعيدا عن التوترات والمشاحنات اليومية. هو في دلوقتي علم جديد بيقول ان انا ممكن اطلع التوتر ده كله في الرأس. في عندي حاجة لسه طلعة جديدة في مصر بقالها تقريبا سنتين او ثلاثة، ودي هي موجودة في العالم من سنة 2005 بس هي لسه واصلة مصر مع الثورة تقريبا علشان التوتر اللي احنا كنا فيه الفترة اللي فاتت دي. حاجة اسمها زومبا دانس. زومبا دانس ده مش رأس بس، ده فيتنس دانس، رقص بيخليني احرق كتير قوي وبيظبط شكل جسمي وفي نفس الوقت بيظبط نفسيتي. فاحنا ممكن نعمل الحاجه دي ان احنا كل يوم نشغل موسيقى ونفضل في البيت، مش لازم نكون بنعرف نرقص كويس بس على الاقل انا عماله اتحرك عليها مع الموسيقى فبتلمس حاجه في المشاعر الانسان او في في بالنسبه للستات. بالنسبه بقى للرجاله، لا والرجاله كمان، والرجاله لان هو الزومبا ده مش مجرد مش رقص مثلا بيلي دانس زي اللي احنا متعودين عليه ولا حاجه، لا ده نوع من انواع الرقص العالمي كله. يعني في هيب هوب، في سلسا، في تانجو، في كل حاجه. فهو بيمس كل بني ادم، بيمس الاطفال، بيمس اللي هم المراهقين والستات والرجاله. ممكن اليوجا. طيب يعني حضرتك بتقولي الرقص ولكن مش كل الناس هتتبع الموضوع ده، لكن انا عايزه رياضه او نوع من الاسترخاء. كابتن لو يعني في حاجه ممكن توريها لنا دلوقتي مثلا ممكن تعملها واحنا قاعدين في المكتب، قاعدين في مكان مثلا مع زمايلنا في بيتنا، ايه اللي ممكن نعمله واحنا قاعدين؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، زي ما قلت لحضرتك ممكن ان هي ان انا احط على الكرسي هنا ايديا كده وبطلع وبنزل برجلي، دي حاجه من الحاجات دي بظبط فيها عضله الترايسبس والباي والابس وكمان رجليا. تمام، ممكن اخرج على بره الكرسي، ممكن بره عشان نوريها للناس، ايديا هنا وبطلع كده واطلع وبنزل اطلع وبنزل. تمام دي حاجه. ممكن اخرج على الكرسي اللي بره كده وانا قاعده بتفرج على التلفزيون او قاعده في المكتب او حاجه، ومجرد بس بفتح وبقفل رجلي، بفتح وبقفل رجلي، دي بتظبط المنطقه اللي هنا واللي بره. اوكي دي حاجه. ممكن وانا قاعد كده بفتح بنطلع وبنزل بطلع وبنزل علشان دي بتظبط منطقه البطن. ممكن انزل برده تحت، يعني اعمل نفس الحركه دي بس بنزل تحت كده، يعني بتبقى محتاجه مساحه اطول. أوكي. ان انا جسمي بيبقى بالظبط جسمي قدام.